السلام عليكم، هذه تحية من عبد الرضوان رئيس مجموعة عبيدات الرمان. اليوم كنتواجدوا في الحفل الأسطوري وحفل خيري اللي كنلقاو فيه التضامن ديال الفنانة وتضامن ديال الحريفية، الناس اللي كتنشط المناسبات الأعراس المغربية. فأنا جد سعيد بوجود ديالي، وكنشكر خويا عادل على هذه البادرة الطيبة، واللي كنتمنى هو هاد الناس اللي جايين نديروا عليهم هاد الفرح هذا، ان نكونوا عند حسن الظن ديالهم، هاد العرسان نكونوا عند حسن الظن ديالهم. فتبارك الله على الناس اللي قامت بهاد البادره وجنود الخفاء اللي كاينين، والشكر الجميل لجميع الصحافه اللي حاضرين معنا اللي كيوصلوا هاد الشيء اللي كيوقع هنايا للجمهور المغربي. فتحيه كبيره لكم. بالنسبه للدعوه، فانا جات دعوه من عند صديق ديالي، فعادي المولد لاصال القصر الجميل، فهو صديق ديالي ديال المده ديال واحد 14 سنه، فكان اتصال بالهاتف وانا فرحت بحكم اننا احنا كمجموعه جمعويه وكنقوموا باعمال جمعويه، فبادره طيبه عجبتنا البادره، فحاولنا نجيو نساهموا تحنا من الناس اللي حاضرين هنايا، فكنتمنوا الحضور ديالنا اللي قبل المستوى ديال هذا العرس هذا الكبير هذا الاسطوري هذا. واشكرا.